مساء الخير. اليوم نزلت على مجمع رغدان القديم. هذا هو مجمع رغدان القديم. هون كان في مجمع للباصات والسيرفيس ووسائط النقل اجمالا. وبعد فترة وانتقل المجمع لمجمع المحطة. حابة اصور شوية هون المنطقة. هذا المسجد موجود في مجمع رغدان القديم. هذا المسجد اسمه مسجد حمزة طنطش. من أحد معالم مجمع رغدان القديم هذا المسجد. طبعا هلأ فيه زي مواقف للسيارات هون، يعني معظم المجمع صار تقريبا مواقف للسيارات للأشخاص اللي يحبوا يرتادوا وسط البلد، عندهم مشاغل في المناطق هون. بهذا الاتجاه موجود الساحة الهاشمية اللي سبق لي اني صورت فيها. مثل ما شايفين في سيارات التابعة للدفاع المدني هون، سيارات المطافي والإسعاف. طبعا الدفاع المدني بيقدم خدمات كتير جليلة للمواطنين في حالة حدوث حوادث، حرائق لا سمح الله لا قدر الله. هون في المنطقة هون بجانب المسجد في المرافق العامة اللي ممكن يستفيد منها مرتادين المساجد في مجمع رغدان. مجمع رغدان كان في الماضي يعني مليان بالمحلات التجارية، مليء بالمحلات التجارية. وسائط النقل، لكن حاليا انتقل هذا المجمع لمجمع المحطة لوسائط النقل.
هاي المباني، هي المباني القديمة موجودة بالقرب من مجمع رغدان. هذا جبل التاج، من بعض المحلات التجارية اللي كانت بجانب مجمع رغدان. طبعا هاي المحلات كانت من أغلى أسعار المحلات في حينها، خلوات وأجرات. الآن معظمها مغلق. أكيد بسبب انتقال المجمع لمكان آخر. مرة ثانية هذا يسموه جبل التاج. يطلق عليه اسم جبل التاج. من مجمع رغدان القديم كمان بنقدر نشوف
جبل القلعة. مقابل مجمع رغدان نشوف الساحة الهاشمية. القرب منها القرب من المجمع. هون الساحة الهاشمية. وهون مجمع رغدان القديم. هاي تقريبا أهم معالم مجمع رغدان القديم في الوقت الحالي. لطفا لا امرا اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، اضغطوا لايك، اتركوا تعليق بليق فيكم.
Thank you.